بخلاف العادة كان براكان بانتظار ركان اللي جاء من بيش الجدة في مخيم ساحر جمع الخيل مع البحر وغروب الشمس. وفرح ركان بهديته واستمتع مع براكان بالأجواء وبركوب الخيل على شاطئ البحر. وقبل ما ينتهي اليوم بدأت بينهم محاورة شعرية من وحي الأجواء الساحرة اللي كانوا عايشينها، لكن لسه ركان كان على موعد مع مفاجآت كثيرة مع أبو ركان. بس وين؟ خلونا نشوف. مركز الدفاع المدني، وش السالفة؟ جينا للمرحلة الأخيرة والمفاجأة الأخيرة الراكان، اللي هي أمنية اللي مرة يموت فيها ويحبها، أنه يشارك أبطال الدفاع المدني. مهما تكلمنا عن الدفاع المدني وعن مشاركاتهم وعن عطائهم ما راح نوفيهم حقهم، لكن أنا شاكر لك سعادة العميد يعني هذا الاستقبال على حفاوة، والله يبيض وجيهكم ويعطيكم العافية حبيبي. وإحنا سعداء متشرفين اليوم بزيارتكم لنا، وراكان يعتبر أحد أبطالنا اليوم، وعملنا دائما عمل إنساني يوافق أعمالك الإنسانية. الله يرفع قدرك. وإحنا نمثل مديرية العامة للدفاع المدني ومديرية منطقة مكة المكرمة، وإحنا على تم الاستعداد في أن نكون بأي خدمة إنسانية جليلة تخدم الوطن وتخدم المواطن. الله يبيض وجيهكم. ويلا يا جماعة نبدأ مع الأمنية الأخيرة لبطلنا ركان. ركان ترى متخوف مجموعة كبيرة من الضباط مستقبلين والأفراد، الله يبيض وجيههم. هذا واجبنا، هذا واجبنا، وإحنا منظمين له يعني اليوم دفاع مدني. الله الله. ها ركان حلو ولا ما حلو؟ حلو. يلا مشينا توكلنا على الله. يلا يا سيدي. فريق البرنامج عرف بأمنية ركان أنه يصير رجل من رجال الدفاع المدني لمن يكبر، فتم الترتيب مع جهاز الدفاع المدني عشان تحقيق أمنيته. وإحنا والله سعداء بجيتكم، وما نقدر نقول شيء لأنه نخلي يعني تعطينا كلمة خليها ترفع معنوياتنا. الله أقول الله يبيض وجيههم على الاستقبال. وجهك وهذا أقل شيء وأقل واجب نقدمه لك. الله يحييك في مكانك، وأي شيء تأمر به اليوم إحنا مستعدين لك. تسلم. كلنا وحنا صغار دائما نكون مبهورين برجال الإطفاء وملابسهم وسيارتهم والأعمدة اللي ينزلون منها والسلالم اللي يتسلقوها وخرطوم المياه اللي استخدموه في محاربة النيران. واليوم راكان بيعيش كل هذه الأجواء. ما شاء الله يا ركان، شوف الدفاع المدني شو مسوي، كل احتفاء لك. جاهز؟ جاهز. تحقيق أمنية؟ يلا بسم الله تفضلوا. ساعد ركان ينضم للجنود. أمنية فيها الطفولة تزيد. انصرف يشاركهم بكل حب وسعادة، فرحنا يكتمل معاهم سعادة. التفاعل مع ركان كان فوق المطلوب، فرجال الدفاع المدني كانوا حريصين إن ركان يعيش التجربة كاملة ويتعرف على الأدوات اللي يستخدموها في عملهم.